قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 530 شخصا قتلوا في 23 يوما منذ سريان الهدنة السورية في المناطق التي يشملها اتفاق وقف العمليات القتالية. أضاف المرصد ومقره بريطانيا في بيان اليوم الثلاثاء أن 1279 شخصا قتلوا في المناطق غير المشمولة بالاتفاق الذي بدأ العمل به يوم 27 من فبراير. لكن مبعوث الأمم المتحدة للسلام في سوريا دي موستورا قال إن عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بمصير الرئيس السوري بشار الأسد قد يهدد التراجع الراهن في أعمال العنف. مزيدا من التفاصيل زوروا الوسط.الواي.